الددو جاء في حلقة في التلفزيون، الددو شنقيطي ده علامة، ما علامة ده جاهل مبتدع ضال كذب ساكت، علامة بتاع شنو؟ يقول لك حفاظة سمع عليه منه كذب. جابوه في التلفزيون قال الخروج على هؤلاء الحكام الموجودين الآن، الحكام الحاكمين الدول الإسلامية، قال واجب. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم أي صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم، فهذا يجب الخروج عليه. ولا لا طيب، هل الضربات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا لا، ليست خروجا، هذه مجرد القيام بحقه. شوف دي واحد خدتها بجاي، لما مسك السيسي في مصر، مش موسى السيسي اسمه ذاك، محمد مرسي، لانه دبت على اخوان المسلمين، محمد مرسي مسك، جابوه في حلقه اثناء وماسك، قالوا له لما والجماعه خرجوا على محمد مرسي، قال له هل يجوز؟ قال ما بيجوز، قال لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا، جاب الحديث ذاته قال ما صلوا، قال وانا احنا سافرنا لهم مصر وفطرنا معه يوم الخميس والاثنين وكان صائما وشفنا بيصلي، يبقى ما بيجوز الخروج عليه. يا جماعه ده ما اجرام، ده ما اجرام، يعني انتوا الاحاديث دي بتستخدموها وكيد دايريننا وبتضربوها وكيد ما دايريننا. ومن المعلوم ان الاغلبيه في مصر اختاروا رئيسا طواعيه من غير اكراه ونصبوه، فصار هو ولي الامر في حقهم، وولي الامر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي، وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. سلمان العودة سأله عن حديث اسمع واطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال كونه نختصر العريبي ذاته، ما ده أول قالها العريبي، ما تلميذ ده، ده ما شافع ساكت، ده الكوموندان العودة، قال العودة وجب له وشوف هذه، قال كوننا نحصر الشريعة كلها في حديث اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع، قال هذا والله في نظري جور على الشريعة. ولذلك أنا أعتقد أن اختصار القيام الإسلامية بقصة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى، أعتقد أن هذا جور على الشريعة. أول حاجة حديث هو أقر أنه صحيح في كلامه، الحديث صحيح صحيح، كونه حديث نحن لو مسكنا به عضوا عليها بالنواجز وتمسكوا بها ده جور على الشريعة. وهل كلامه ده يوحي أنه أحاديث الشريعة ما له بتتناقض، يعني ما نمسك ده نمسك الحديث اللي بده عارضه، صحيح ولا ما صحيح؟ لا، ما في حديث صحيح بعارض حديث صحيح، ولا آية بتعارض حديث، ولا العكس، لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسألك يا عودة ويا عريفي ويا قرني ويا غيره، ده من عند الله ولا من غيره؟ إذا قلت من غيره كفرت، إذا قلت من عند الله ما فيه اختلاف أبدا، كل الدين ده ما فيه اختلاف، لكن بيشغلوه وقت دايرين وبيتركوه وقت ما دايرين.